يا رب ان المنتخب اليمني اليوم يفرحنا ويفوز. يا الله يا عمر، جهزت الروابط ولا عادك يا ابو الروابط؟ ايوه جاهز، بس اشيك على الروابط. عادك لا تقول لي عندك روابط وببلاش ومدري ايش. اقطب بسرعه. يلا 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 يلا. ما وقته ذا الحين، باقي شويه وتبدا المباراه. قوم جهز نفسي. حيوا لي اماني، حيوا لي اماني، حيوا لي اماني. عمر وين المباراة قريبة تبدأ؟ الحين والله الحين بشغلها الحين في رابط، بس هذا اشغلني المشعوذ صاحبك هذا. شوف تعال شوفه تصرف معه لين ما شغل. حيوا اليماني حيوه. ايش اتصل؟ حيوا اليماني حيوه. من الصبح وكذي. حيوا اليماني حيوه 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 حيوه. عامر ايش فيك؟ حيوا اليماني ايش فيك يا عامر؟ لا صلح خطة. ايش من خطة؟ خطة علشان المنتخب اليوم يفوز. انت المدرب؟ لا تعرف واحد من اللعيبة؟ والله ما أعرف أحد. تعرف واحد يعرف واحد من اللعيبة؟ برضو لا. أنت تحضر معاهم وقت التدريب والكرة تروح عليهم بعيد وترجعها؟ برضو لا. إيش من خطة يا عامر لا تصلح؟ يا أخي اسمع، عندنا المنتخب يلعب تمام، لكن لا عند الأهداف ما يسدد شيء، يسددوا عليه، هذه المشكلة عندنا إحنا. عامر أنت سمع كلامي ولا لا؟ أنا قلت لك إيش الخطة، ما قلت لك إيش كيلي معاناة المنتخب اليمني. ها أنت قصدك خطة 4-4-2 ومدري إيش هذه؟ لا أنا عندي خطة اسمها فك الدبور. والله ما الدبور إلا أنت يا عامر، إيش هذه شعوذة يا عامر؟ استغفر الله يا ناجي، لا هذا اسمه فك الدبور مش سحر. فكوا راسك يا دبور. عامر يا حبيبي يا عامر، 11 لاعب داخل الملعب، حرام انهم رجال يدوا الكاس ويدوا 1000 كاس. عامر انت يعني هذا يعني تبغى تتوقع انه بيفوزنا ولا بيجيب لنا اهداف ولا ايش؟ بيجيب لنا الكاس هذا؟ ايوه هذا اللي بيجيب الكاس. هذا يجيب ربو يا عامر، والله ما يجيب الكاس. يا عامر انا فدوك، انت رجال عاقل، انت مفروض انك تشجع وتوقف مع الفريق. 11 رجال داخل مش واثق فيهم. عامر بقول لك حاجه يا عامر، تعرف ان انت اللاعب رقم 12؟ قل والله. والله العظيم الجمهور هو رقم 12. الجمهور اللي ليش دربته؟ ما نحتاجه يا عامر، انت رجال عاقل، عارف ايش لك ايش عليك. والله ان خسرنا انك انت الدبور. انا دبور؟ اهدى تابع المباراه وشجع. اين المباراه الحين؟ هذا الرابط اكيد بيشتغل. هذا يا اخي هذا الولد اشغلني بالروابط. قلنا لك زوجه. والله نصور. اين شغل؟ يلا الفرص بدا الشوط الثاني. القرار الصحيح بالتمرير عندما نشاهد استلام لاعبين المنتخب اليمني. صدق انك حمار؟ والله اسف اعذرني، والله ما انت حمار، محشوم الحمار منك. انا الحمار اللي يعني وثقت فيك وقلت لك شوف لي المباراه قد بدا الشوط الثاني وانت ما عليكم. هم ان شاء الله ربي يوفقهم. بانتصار وحيد هنا تقدم للمنتخب اليمني. جابوا جول البرواني. ايوه يعني انا ما اشوف، اعرف انهم جابوا جول، لا اشوف معك انا. ايوه انت لا فرحت ولا زعلت، ايش تشجع اندلسي؟ انا ما افرح اذا اليمن جاب جول، انا افرح في النهايه لو اخذ الكاس ان شاء الله. لا تطمن، هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل، هذا من جيلنا احنا. تعرف هذه البطوله ماخذينها عم خلاص، يعني ما ناخذ الكاس هذا اكيد. ها هذا مضمون، افرح من الحين، نجهز لا كاس العالم، نبغي ناخذ كاس العالم. هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل اللي يكرف في الملعب، يعني ما يخلي ولا السعوديه جابت جول. والله جول سعودي لم باخر دقائق. تبغى الصدق يا عمر تبغى الصدق؟ والله ان الفريقين ادوا اداء عالي، والفريقين عندهم وطنيه ما شاء الله عليهم. اذا اليمن فازت اللهم لك الحمد ونفرح، واذا السعوديه فازت والله العظيم انهم يستاهلوا، واخواننا والكاس ما راح بعيد. ناجي اقوم افك الدبور. عامر قم فك راسك ولا تخلي ندي كلمه ثانيه ما تعجبك. اهدا، باقي دقيقه، باقي حتى دقيقتين، اجلسوا. اصلا قد خلص صفر، الحين بيبدا بلنتيات. عامر تبغى الصدق؟ انا اتوتر في البلنتيات. وانا اتوتر والله. انا عندي حل، ايش رايك نعطي ظهورنا للتلفزيون وما نشوف البلنتيات وان شاء الله نحن نفوز؟ والله احسن حل. رجع
ايوه عشان ما تقلقوني والله. قلقناك ها؟ ايوه انا داري وجودنا قلق. ايوه هكذا نجلس. عامر انا متفائل بهذا الفريق. كيف لما؟ والله لازم الشعب اليمني كله يحافظ على هذا الفريق لانه فريق له مستقبل زاهر. وحسه بيدي كؤوس وبطولات ما قد حلمها اي يمني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كلهم مميزين لكن في واحد لفت انتباهي انا. اينو؟ والله ان هذا البني ادم عرطه جاء من البرازيل انا اتوقع. اينو؟ رقم 17. ها فين؟ رقم 17 ضيع. امانه؟ والله والله انه ضيع. محمود البريه الان يتصدى لاول ركله ترجيحيه. عيني عليك باردا يا ولد البريه. مرع الرجال مرع. عمر دد الجلوكوز جاك هبوط. اي والله يا الله يا الله يرضى عليكم ادعوا بس بدون ارقام. ناجي جلوكوز قلت فيك هبوط هبوط. عمر قم صلح لنا فك الدبور. ما ينفعش ما ينفعش. لا ايوه 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 تعادل تعادل تعادل. امانه والله انه تعادل والله مسك الحارس. عامر خلينا ندعي. ايوه يا رب يا رب بدون ذكر ارقام. ها الله يرضى عليكم. لا 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 تذكر شيء ارقام. ادعي ادعي ادعي. ناجي ها انت ادعي وانا بقول امين. ليش مش حافظ؟ لا سود الله وجهك. انا قد انا عارف انك مش حافظ شيء من فك الدبور. يا دبور ادعي ادعي. يلا انك توفق المنتخب اليمني. امين. يلا ان احنا نفوز وناخذ البطولة. امين. يا الله ان احنا ما نفوت اي حاجة اي بطولة. يا الله انه يفرحنا الشعب اليمني. والله ان اللي يدور اي فرحة. امين. حتى طائرة حتى كرة سلة حتى كيرم. والله حتى ما عندي اي مشكلة في عرض ازياء. اي شيء اي كاس يا الله كاس ماء ما عندي اي مشكلة. آمين. الحين اخر بلنتي اذا اليمن مسكها نفوز. يا رب يا الله يا كل. حسين الطاها في مواجهة مع وضاح. انور حسين لطاف المرمى. لا عمر اين رايح؟ سأدي الآلي. تدي الآلي؟ ليش تدي الآلي؟ قرح اليوم. أنا أقرح رأسك يا عامر. يعني فرحت تقرح، زعلت تقرح، فرحنا في ضحايا، زعلنا في ضحايا. يا عامر أنا فدوك عنك. لا ترمي جو وجر رصاص لا عند ناس ما لهم ذنب. يا عامر أنا فدوك. أنا داري أنك قبيلي وفيك فرحة ونشاط بس افرح بطريقة صحيحة يا عامر. كيف يعني أصلح؟ تعال جنبي. يعطيكم ألف عافية للمنتخب اليمني للناشئين. والله إنكم ما قصرتوا وبيضت الوجه. فعلنا بس فيديو بسيط علشان نحاول نعبر لكم عن الفرحة اللي أنتم فرحتونا فيها. الله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله عقبال ما نشوفكم في كأس العالم. قولوا آمين. آمين. ألف مبروك للمنتخب اليمني كامل. ورقم 17 أفدالك. لا تزعل عني أمزح معك. يلا سلام عليكم.